معكم محظور الضيف محكور خليك واضح بلا ديكور الضيف والدور ايك على طول مسوي عملية ولا كنتور يا ابن فلانه كفر علانه تلوموني يا انا انتو انا بزوار بسوارش عيب. حلقتنا اليوم عن الصورة النمطية. هاي How are you? هاي How are you doing? Good. You? Good. هالمصري أساء للمنظر وشكله ومتحضر طالعني أنا الكويتي أكثر عربي متحضر أنظف إنسان بالعالم كاشخ لابس متعطر من قال لك أنا مش مصري من قال الناس بالمظهر من واحد تظلم بلدي طب شوف الشورت الأخضر هذا واحد كويتي إيه رأيك مستر منظر لا تغلط أنت ببلدي أقسم بالله تتسطر أعملها بقى على العربي على المصري بس تتشطر قول يا ابني نمي زبالة مع صاحبك أبو شورت أخضر ورب الكعبة سفرك خلاص يا مكتب سفريات خلاص يا هجرة ما تكترش ما يجوز تبدأ العلقة بدون ما تطلب من دومينوز.com ما تدرون عنه والله فتح موقع الآن تشك 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 تطلب على طول بالعافية حلقتنا اليوم عن الصورة النمطية شنو الصورة النمطية؟ الصورة النمطية هي صورة يخلقها الغرب عنا أو إحنا عن الغرب أو أنت عن شخص أو شخص عن شيء وإلى آخره يعني مثلا المسلمين معروفين عند الغرب أنهم إرهابيين يعني والله طيبين مساكين يزعلوننا يعني لكن هذه صورة نمطية انخلقت بسبب تراكم الإعلام والأفكار والعكس صحيح ربما غربي يشوه صورة الغربي عندنا فيعني تتكون عندنا صورة سلبية وإحنا مثلا الخليجيين نظرتنا عن المصريين أو اللبنانيين أو غيرنا بالجنسيات هذا مو كلامي إحصائياتنا في تويتر يا جماعة تقول نعم سألنا الناس لو عندك شركة وعندك يبا موظف مبيعات تبي موظف حق شركتك تأخذ أي جنسية واللي قال لبناني اللي قال مصري اللي قال كذا وفي ناس زينين قالوا مو شرط الجنسية إحنا على الكفاءة يا سلام لكن الغالبية شنو سووا الغالبية اختاروا على أساس الجنسية صح ممكن تكون في صورة عامة عن شخص أنه هو كذي لكن ما يصير تجاوب السؤال بهالطريقة وتعمم تجربتك مع 2 3 4 أو يمكن حتى سامع مغمل أنت وين؟ وعشان نعرف مغمل العربي وين سوينا تجربة بسيطة جدا عن صورة المصري لدى العرب أو ربما لدى الخليجيين يبنى صورة الأديب الكبير والروائي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل ما طلعنا لبسه ولا وين قاعد فقط وجهه مبتسم قلنا حق الناس هذا مصري تتوقعون شنو وظيفته ايش قالوا الناس نسأل الشارع طال عمرك تعرف هذا الشخص منه لا والله ما اعرفه تعرف هذا الشخص لا طبعا طيب هذا مواطن مصري شكله شنو يوحي شنو وظيفته والله يمكن مدرس يعني فقير مسكين انا اشوف والله عامل ما بعرف ممكن يكون طبيب ممكن يكون مهندس عرفني ليش قلتي طبيب ومهندس ما بعرف هيك حسيت من شكله عندي لك سؤال طال عمرك تعرف الراجل ده مين طبعا اعرفه مين ده نجيب محفوظ يا سلام عليك الله عليك تسلم تحيه مصر Where are you from Texas Do you know this guy? No, it's not Stephen Hawking, is it? What do you think? What was his job? Mathematician. Where are you from? I'm from Afghanistan. Oh, mashallah. I'm having a YouTube channel and I watch your videos. I really love it. Oh, thank you so much.
لا ما يصحش المصريين بيعرفوا الإجابة. سلام عليكم. والله مو أكيد والله ما أدري إيش أنا. يعني توقع. يمكن دكتور. خوش جيل ما شاء الله. صار بتليفونك يعني شنو جوجل بصيده من هني يعني مثلا؟ والله ما أدري يمكن تاجر. زين كلمني بالأفغاني. سنجة عشرة. يلا شكرا. هذا طال عمرك الكاتب الروائي الكبير نجيب محفوظ. ونعم عم بحالك. توقعت أنك كاتب لا والله ما توقعت كلش. أنا أقول مدرس يعني بس. مدرس الحين مصر إنه مدرس. لا يعني أنت قلت لي خلاص الحين اقتنعت من كلامي. إذا فاز بنوبل. جلوبل. جلوبل مجمع هذا. آه. أوكي. نوبل نوبل. جائزة نوبل. جائزة نوبل. إيه اللي أنت ما راح تشمها خير. Thank you for telling me. You're welcome. ليش؟ بس واحد حبة؟ واحد حبة بس. أنا كليت اثنين. طيب ما أنت اللي زودت يد أنا ولا كيت؟ حسيت إني زودتها ها؟ طب تعرف ده مين؟ ده الكاتب نجيب محفوظ. كبير. تحيا مصر. يلا خلصنا سؤال شهر. السلام عليكم. خليها معك. السلام عليكم. حتى أهل تكساس عندهم صورة نمطية. عيل نجيب محفوظ تقولي لأنه بالماث يشتغلوا هذا. أهل تكساس بعد معروفين أهل العنصرية. آها هذا ستيريوتايبينج. هذا صورة نمطية لما أقول أهل العنصرية تكساس. مو كلمة حبيب البنت. والله وايد حبيب الله يحفظها. عموما قبل أروح أقول الصج. وعندنا ضيف مصري يوتيوبي وصديقه مخرج هذا البرنامج. لما نشوف معاهم تجربة المصري الخليجي فكرتهم عنه فكرتنا عنهم لازم نعرف كلنا شيء وايد مهم. النبيات كان عندهم حساب واحد انقسم صار حسابين واحد للسعودية واحد للكويت. نتجه الآن ونسأل إخواننا المصريين عن صورة الخليجيين عندهم وصورة المصريين عندنا. اي صح كذي صح؟ يا كل الصج يا زت لك بدري ادري ادري هلا افتح 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 سبح سبح سبح. تحيا مصر. اهلا اهلا اهلا. ازيكم؟ ازيك؟ لا والله مجوشو. فقرة قول الصج. يا حي الله المصر. يا اهلا يا اهلا. اهلا بمصر. ازيك استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ شريف. اهلا بيك. اهلا بالمخرج والكرييتيف والمش عارف ايه والمونتير اضاءه صوت حضرتك اي حاجه يعني. حياك الله استاذ يوسف حبيبي المعلم الكبير. حبيبي يا شريف تعلم منك يا باشا. الله يخليك. حياك الله نورت الكويت. حاسس ان انت عامل لي كمين النهارده. ربنا يستر. لا بس شكلكم خايفين يعني. ما يعني القعده نفسها هي وضع القعده نفسه مخيف. وانا في المطار الضابط قال اهلا وسهلا نورت الكويت وجاي ليه بقى؟ قلت له جاي برنامج سهر شعيب. قال لي ترى بيعذبك. وقالها لي وطلع لسانه في الذال. انا فعلا حسيت بيه يعذبك. طيب نبدا في قول الصج. تقدر تقول قول الصج؟ قول الصج. ايوه مضبوط والله. طيب استاذ احمد تقدر تحط السماعه. انا اللي هتسيل الاول؟ ايوه انت الاول. انت دائما الاول. انتوا هربتوا من مصر امتى وليه؟ هربنا في اواخر 2013. التضييق الامني بقى على اشده زي ما بيقولوا. عملنا حلقات كتير من جوه مصر تقريبا. كانت المعارضه بتاعتها حاده جدا. اللي بيحبوا البرنامج يقول لك بقول لك ايه ما تهرب بقى. حتى في بعض الناس في الامن كانوا يعرفوني يعني قالوا لي الافضل ليك انك تغادر عشان خلاص انت هيبقى عليك هتقعد عليه. بس يمكن النظام ما كانش هيعمل حاجه معاكم يعني. ما كانش عمل مع غيرنا يعني. وفي ديمقراطيه في مصر معروف يعني. ديمقراطية في مصر الرأي واحد بس. لو انت مع في ديمقراطية معاك تقول مع ومع بأي اتجاه بقى يعني. هل انت مع قوي ولا مع بس بس ضد ما ينفعش. ضد بقى بتخرج برا مصر. لا يعني فعلا النظام ما قال لك تعال انا حقدك من البيت. انت هربت ليه؟ أيوة يمكن مش هيعمل حاجة النظام. ما هو اخذ 40,000. 40,000 ايه؟ في المعتقلات. فانت خايف من 40,000. فانا مش عايز 40,000 واحد يعني. ما يصحش. طيب عادي تقولون انتوا ساكنين فين الحين؟ ساكنين فين؟ عايشين فين؟ بلاش. ما تبون تقولون؟ لا. ما يوسف قال. قال؟ اه. تلا.
مش سامعك هو؟ اه صحيح. لا لا ما يعني ما فضلش ان احنا نقول. يوسف الاستوديو بتاعكم دلوقتي بتاع جو شو اللي هي المرحله الثانيه من جوتيو فين؟ في مكان سري تحت الارض. هو برا مصر طبعا. اه مصر. طب فين؟ الناس متخيله ان الموضوع معانا ماشي بسلاسه، بالعكس احنا اتبهدلنا حتى في جو شو بسبب احداث كتير كانت كلها غصبا عننا يعني. طب خلي البرنامج، انت دلوقتي عايش فين؟ لا حلوه دي. عايش في البيت. لا بس يعني احمد قال انت ساكن فين بالظبط؟ قال الدوله يعني. انا عارف احمد ساكن فين، ممكن اقول بقى على فكره. ها بقول لك ايه، ما توقعناش. كنت هسخن دلوقتي واقول بقى المكان بالظبط، شقه كام، دور رابع. دور رابع ده انت بكام على مصر؟ لا دلوقتي في 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 البلد الجديد. لا مش في الرابع. طب شقه كام؟ شقه 130. في اي بلد؟ لا ما خلاص بقى. فات العربي كم يعطونك؟ يعني مش هقدر اقول مبلغ فعلا، يعني دي حاجه خاصه بيا، بس الحمد لله انا فخور ان انا من الاعلاميين الاكثر اجرا دلوقتي الحمد لله. طيب بالاجر بتاعك تقدر تجيب فيه تويوتا ولا تقدر تجيب فيه بي ام؟ الاثنين ان شاء الله. ما شاء الله، لا الاجر كويس. طب سؤال، بيدوك انت اكثر ولا احمد اكثر؟ لا احمد. لا 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 قول الصدق بجد، احمد ياخد اكثر، احمد صاحب البرنامج يعني. لا زي بعض. زي بعض. اه زي بعض، زي المبلغ بالظبط. اه اه بالظبط، يعني كل حاجه احنا على الحلوه والمره شويه. انا واضح عندي ان انتوا على الحلوه والمره، يعني على قلبي واحد ما شاء الله. اه هو بيقول انت بتملك البرنامج. هو قال كده؟ ماشي. آه. ماشي. الفكره بقى هو اللي بيملك البرنامج بس، يعني مشغلني عنده وانا مش عارف يعني. خلاص لاحظت الكلام. اه بتقول هو بياخد اكتر منك. ها بقول لك ايه. بياخد اكتر منك. ها طب ماشي. طيب وتقول هو كمان هو اللي بيملك البرنامج. اه وانت يعني مسكين. انا غلبان يا ضنايا. طب يا ريس عندي سؤال. آه احمد بيقول انك مش مرتاح 100% في قناة العربي ونفسك ترجع لأجواء جوتيوب أيام اليوتيوب. في بداية البرنامج كان آه يعني اكتشفت أن أنا دخلت مرحلة أكبر مني، لكن دلوقتي الحمد لله خلاص اعتدت الوضع وبقى الموضوع بالنسبة لي سهل جدا، حتى إعداد الحلقة بقى سهل. أنا حاليا مرتاح جدا مع التلفزيون العربي، قناة محترمة. بس لو القرار بيدك هترجع يوتيوب ولا تلفزيون؟ حاليا هفضل تلفزيون. يوسف بيقول ان لو القرار ليه هيرجع يوتيوب، انت عارف بالمعلومة دي ولا اول مرة تسمعها؟ لا بصراحة انا برضو لو قرار ليه ارجع يوتيوب يعني. ترجع يوتيوب؟ اه. لا بس انت اللي تعرفه عن يوسف هو عاوز ايه؟ هو عاوز ايه؟ انا اعرفه عن يوسف عاوز يوتيوب طبعا. طيب دلوقتي خليك من غير سماعة. تمام. وحنفصل السماعة عن يوسف. تمام؟ تمام. وحسأله حاجة وانت اسمع بقى. ماشي. طيب افصل. أنا كده تمام؟ أيوة يا يوسف. ماشي. طيب يوسف صراحة صراحة أنت يعني أنتوا كسرتوا خاطري. ليه؟ لأن أحمد مثل ما نقول عندنا بالكويت جاب فيك العيد. جاب فيه إيه؟ جاب فيك العيد. ايوه جاب العيد دي عارف يعني. لا فضحتنا. ما تتكلمش. استاذ يوسف قول يا معلم. نروح على المقابله؟ يلا بينا. مستعد؟ مستعد طبعا. خايف ولا لا؟ بص انا ما كنتش خايف، ناس خوفتني، فبدعي ربنا تعدي على خير يعني. يا عم انت بتخوف بل. يا عم خوف مين يا عم، انت ناس تهرب منك. يلا تعال على المقابله. اهلا 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 بمصر. اهلا اهلا زكريس. هتكلم مصري بقى ولا كويتي؟ انا بتكلم الاثنين. بتتكلم خليجي؟ اه انا عشت تقريبا في الخليج 14 سنه. اه انت عارفنا بقى. اه طبعا بتكلم. طب تكلم كده خليجي بقى. كيف حالك؟ ان شاء الله تكون بخير. اه بظبطونا بكشري يا شباب، ضيفنا من مصر. كشري اكل؟ لا 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 كشري يتشرب شاي بقى. شاي شاي كشري. اه ولا شاي ولا شاي كشري ده عندنا الاقوى من شاي ربيع. آه يعجبك شاي ربيع الاقوى يا شباب. عندي سؤال مهم جدا. اتفضل. شعرك كده ليه؟ شعرك كده ليه؟ بص هو السؤال ده انا اتسالته قد ما انت اتسالت ايه اللي كان موجود في الايباد في حلقه حليمه بوند. اه صح حليمه بوند. ايه اللي كان موجود في الايباد؟ بوند مين؟ حليمه ايه؟ مش حليمه بوند؟ حلوه بوند، ما هي مخبره اصلا كانت يعني. لا يا عم حليمه بوند. حليمه بولند. حليمه بولند. بو... ما اسمهاش بوند؟ لا اصلا ما عرفتش اللي عندك والله. كنت هموت واعرف ايه اللي موجود في الايباد بصراحه. في الحلقه الاخيره الموسم الثاني لو ترجع
ابو حمدان اللي جه من تحت الطاوله قال ايه في الايباد بس الناس ما ركزوش، بس انت ما جاوبتش اللي هو ايه شعرك كده ليه؟ بص هو كاركتر خلاص لبسته يعني نفسي احلق ما اقدرش. طب انا عندي معلومه قول. بتقول انك عشان تطلع من مصر بامان حلقت شعرك؟ لا انا طلعت بطريقه شرعيه من المطار متنكر يعني طبيعي. طب اتنكرت ازاي؟ حلقت شعري كتبت عيل معفن على جوجل وحطيت اي صوره، او انت اكتب اي عيل معفن وحط هي هي. عشان ثاني مره دخلت مصر وطلعت يعرفوك بقى خلاص، ما مش حلقه تاني بقى. طيب موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الصوره النمطيه، بكل صراحه يعني صوره الخليجي عند المصريين بصراحة للأسف مش عارف أجيبها لك إزاي يعني، بس أتكلم بصراحة. خد راحتك عادي. أول حاجة اللي هو السري اللي ما تعبش في فلوسه، اللي هو اتولد ومعاه بير بترول، فبالتالي أنت معاك، أنت مولود أصلا معاك مليارات ده غير الفلوس اللي أنت ورثتها كمان عن الله أباك وأجدادك. طيب. في بقى صورة تانية ودي بصراحة عززها الإعلام والمسلسلات والأفلام والميديا عموما، اللي هو الراجل الخليجي اللي بينزل مصر علشان يروح شارع الهرم، البارات، الديسكوهات، الخمرات، ما بيروحش الأهرامات. خدت بالك؟ ايه طبعا طبعا. ده مثلا لو واحد مصري فجأة بقى بنى بيت، نبدأ بقى نبص له سرق فلوس ده ولا لحد ما هو يعترف يقول أنا كنت في الكويت، لا هنا خلاص. يعني هو يا إما فلوس حرام يا إما حلال في الكويت. ده انطباع عندنا. طيب. إن المدرسين، المهندسين، الدكاترة اللي اختنوا كانوا في الكويت. كلهم. طب يشتروا في العقارات كده بقى يعني بينزل يشقى مثلا 20 سنة من عمره. ويبيع في موقع مزايدة بقى عندكم ولا؟ ما عندناش الحاجات دي، احنا ما عندناش موقع مزايدة، عندنا كده سمسار بيجي. سمسار بس ها؟ لا احنا عندنا مزايدة موقع بتبيع وتشتري ولا؟ لا ما عندناش، لسه ما وصلناش للمرحلة دي. ما وصلتوش للمرحلة دي. بس أولا الخليجي ما يدش خلينا نقول البار ولا كذا بالثوب وغترة وعقال، هذا واحد. تمام. اثنين، في وايد مصريين عايشين في الخليج يرجعون مصر بيتكلمون عننا، المفروض ينقلون الصورة الصح. اللي بيشكل وعي الناس هو الإعلام. طيب. يعني الإعلام أنا بقول لك ما بيعبرش بصورة كبيرة عن الشعب المصري. يعني في الآخر مش الإعلام، مش الشعب المصري أحمد موسى على فكرة خالص. أحمد موسى مين؟ ده إعلامي قدير لازم تتفرج عليه. قدير من أي ناحية؟ قدير من الناحية اللي هناك. اللي هناك فين؟ اللي أنت عارفها. والله مش عارفها. نفس الجهة بتاعت البارات والديسكوهات كده. أنت مش خليجي وعارف ولا إيه؟ لا مش كل حاجة. أنا خليجي متدين. بيشتموك يعني في التعليقات إنك فاسق وكده. أي بقى ويقولون عني فاجر. مع إني شفتك بتصلي استغربت. كنت جاي أنصحك أصلاً تصلي بقى وتعبد ربنا يا أخي بقى. شفتني فين؟ شفتك في الغرفة كده والله، كنت معدي لقيتك بتصلي. أنت كذاب ومدفوع لك، دلوقتي هيقولوا مدفوع لك وكذاب. طيب لا خلاص ما بتصليش. طيب الحين العكس. بكل صراحة إيه صورة أنت تتوقع صورة المصريين عند الخليجيين؟ دائما المصري، ودي حاجة مش حقيقية، إن هو شحات. محشومين طبعا المصريين. مش كل المصريين كده يعني، في الآخر هنا كتير أطباء، مهندسين. اللي درسوني كلهم مصريين، كل أساتذتي مصريين. بالظبط كده. عندك مثلا المصري لازم يكون نصاب، وده مش حقيقي، مش كل المصريين نصابين. صح. طبعا متعصب لمصر فكل حاجه هرد عليها هجاوب على المصريين. مع الدبانه اللي دشتها. مع الدبانه دي. واخد بالك المصريين بتلم عليهم دبان، وده مش حقيقي. كتير من الناس الخلايجه اللي بيزوروا مصر بيقابلوا دايما المصري، اللي هو يا باشا اتفضل يا باشا ارجع يا باشا، برضه الخلايجه بتلم عليهم دبان، واضح كده. وده مش حقيقي. لا دي عوامل مشتركه بين الشعوب. عارف انت اللي هو يقول لك ايه، بص يا باشا بتدور عليا يا باشا، عايز بص ده ايه نوكيا 6610، بص اهو سامسونج اهو، روح البيت لقيت كفر. انت واخد بالك؟ دي حاجات انا شفتها بنفسي. انا كنت مره راكب مع سواق تاكسي قدام، فهو مش عايز يخسر زبون خليجي، قال له اركب يا باشا انا هنزل الاستاذ قدام. خلاص انا كنت فعلا هنزل خلاص. فاحنا ماشيين هو عايز يعني يقلب اي فلوس من الراجل الخليجي ده، كان لابس غطره وعاله بتاعه ومعاه زوجته. قال له شايف ده يا باشا؟ ده بيت عادل امام، بيت عادي جدا. شايف ده يا باشا بقى؟ ده بيت الاستاذ سعيد صالح. طبعا ده كله كذب، انا متاكد مليون المية ده كذب. شايف ده بقى؟ طبعا الراجل في الاخر يعني الراجل اللي عمل له جوله سياحيه اهو، انا متاكد ان انا نزلت من هنا يقول شايف ده حسن مبارك بنفسه بقى قدامك. فيعني الراجل الله يكون في عونه يعني. طيب الخليجي اليوم انت قلت ان صوره الخليجي عند مصر بسبب الاعلام. الخليجي صورته عن مصر ليست بسبب الاعلام.
بس بسبب سلوكيات اتعممت للاسف يعني في الاخر. يعني المصريين يعني المصريين اللي في الخليج اكتر من الناس اصحاب البلد اصلا. فئه صغيره منهم بتحصل منهم سلوكيات مش كويسه للاسف بتبقى بالنسبه للخليج هم كتير، لكن مش هم دول الشعب المصري يعني. طب ايش الشيء اللي ياثر اكثر ويأصل صوره نمطيه اكثر، الاعلام ولا بالتجربه الفعليه على الارض؟ لا الاعلام طبعا. السينما دايما بيتصور عندنا الشخص الخليجي ايه، بيبقى الشخص الخليجي عندنا بكرش كده وبتاع وبيحاول يتكلم مصري. الاعلام برضو، الاعلام برضو هو اللي باين ان مصر كلها ديسكوهات وخمارات ورقصات، ومصر كلها فيفا عبده، مع احترامنا طبعا للاستاذه الكبيره فيفا عبده، لكن مصر مش كلها يا جماعه فيفا عبده والله. عندنا الست المصريه المكافحه، الست المصريه اللي بتقعد تبيع في الشارع جرجير وخضار ولحمه وسمك وكلام من ده. هل تشوف الخليجيين يستحقون هذه الصوره النمطيه ولا لا؟ لا، ولا المصريين يعني. المصريين عندهم ازمه كبيره. انا واحد مصري اهو بقول لك، احنا عندنا ان احنا بحكم تاريخنا وعراقتنا وحضارتنا تمام كده، شايفين نفسنا احسن منكم تمام كده، في اللاوعي بتاعنا يعني. في الاخر انا اكثر حضاره منك، كنت سباق في حاجات كتير، في السياسه، في البرلمانات، في الصحافه، في الاعلام، في السينما، في الفن، في كل حاجه. فبالتالي انت ليه اكثر مالا مني؟ مش انت كشعيب، اي نعم انت شعيب اكثر مالا مني، بس انت ليه اكثر مالا مني؟ انا مش اكثر مالا منك يعني. فانت بالحمد بتطلع الحمد مش هتكلم يعني. يعني مثلا في الاولمبياد في بطل كويتي خد الذهبيه على مستوى الرياضه. الدوري السعودي بقى اقوى من الدوري المصري، دي حاجه اهراني انا كواحد مصري ان الدوري السعودي. يا جماعه السعوديه دي احنا كنا بنغلبها كده رايح جاي، من امتى السعوديين بقى عندهم فرق احسن مننا؟ دي فضيحه يعني. مثلا لو السعوديه بتقابل اي بلد غير مصر انا هشجع السعوديه. لكن بجد انتوا بتحبونا ولا لا؟ مستوى شخصي اكيد بنحب المصري، بحب كل اخواتنا الخليجه والله، بحب الشعب الخليجي جدا. على مستوى الشعوب انا عايز اوصل للشعب المصري ان الصوره النمطيه اللي جواك للخليجي هي غير صحيحه. الخليجه دلوقتي فيهم مثقفين، فيهم صحفيين، فيهم ادباء. هل انت مره تعرضت لموقف يعني من خليجي ازعجك كمصري يعني؟ وانا كبير لا، بس وانا صغير كان مثلا واحد خليجي يقول لي يا المصري. اللي زعلني اكتر ان انا قلت له ما تقوليش يا المصري. شلون قالها لك؟ يا المصري. يلا يا المصري. قلت له ما تقوليش يا المصري يا عم، انت بص بقول ما تقوليش يا المصري. إيه؟ انا عادي يعني، فخور اصلا ان انا مصري على فكره. ده انا في بقى كانت كارثه، يقول لي يا ابن المصريه. هنا بقى كان اعراض بقى. اعراض بقى بنعور بعض. هو انا والدتي المصريه بقى هتعمل ايه يعني؟ راح اديم لها لجوء مثلا؟ راح اديم لها كندا تاخد الجنسيه الكنديه بقى، ورينا تشتمن ازاي؟ انا ابن الكنديه هتغلط ازاي؟ ما عادش ده كان زمان يا ابن المصريه، دلوقتي يا ابن الكنديه. مش عارف انت اكيد حضرت حاجه زي كده صح؟ صارت عندنا كثير يعني. قلت لحد قبل كده مصري؟ لا والله والله طول عمرك والله ترى احب المصريين. لا لا اموت عليهم انا، بس الا واحد يعني. مين ده بقى؟ في الحلقه حتشوفه ان شاء الله. ده ايه ده؟ ده لهو. لهو لهو ده ايه؟ لها لا لا دي حاجه جديده. كرييتيف جدا. لا لا طب عشان يعجبك الاعلان بس ده ليك طال عمرك. لا كده يبقى الاعلان يا جماعه جميل جدا. هاخدها صح. ليك اتفضل. لا كده تمام. وعشان شكرا. انت بس متجوز جديد لها. لها ده ست جديد من موقع وادي يا باشا، تقدر من اي مكان تتسوى في الاونلاين. ولو تركز يا باشا ترى العطورات اصليه 100%. اكيد يا عم انتوا الخلايجه هتجيبوا حاجه مش اصليه. اي صح صح. اشكرك اشكرك. رز زي الرز. نرجع لمحور حديثنا تفضل، او لموضوع جدا بيهمني انا شخصيا اللي هو يوتيوب. شو هل في صوره نمطيه خاطئه عن برنامجك؟ اول صوره ان الناس فكرت ان احنا لما انتقلنا من اليوتيوب للتلفزيون اصبح علينا تحكم معين، فالناس فاكره ان اي حد بينتقل للتلفزيون لا خلاص بقى بيغير التوجه بتاعه، بيغير الفكره بتاعته، في حد بيتحكم فيه، في حد بيتدخل في المحتوى، وده غير صاحب المر. تاني حاجه ان حد ممكن يحسدني على فصيل معين. انا لا انتمي لاي فصيل سياسي، بس هو عشان احنا بس في 2013 اول ما حصل الاحداث بتاعه 30/6 في مصر احنا كنا رافضين اللي حصل، كنا شايفين اللي حصل مصر من جاء السيسي ما حدش اتكلم الا انتوا لوحدكم بتتكلموا. ايه الشهر اللي بعد ال 30/6 ده تمام كده احنا كنا واخدين موقف معين. احنا يمكن ضد مرسي او مش كنتش بحب مرسي، بس كنت حابب الطريقه اللي هو جه بيها.
كان نفسي يكمل محمد مرسي. يبقى انت اخوان؟ مش شرط والله. بص انت بتصنفنا هو نفس الناس بتصنفني بيها، انا ما عنديش اي مشكله خالص، صنفنا زي ما انت عايز، لكن انا لا انتمي لاي فصل سياسي. طيب وماليش اي توجه سياسي. مدعوم من احد؟ لا والله خالص. هل في احد يفرض عليك راي معين؟ لا. ودي حاجة أنا يعني بحمد ربنا عليها على فكرة، شعور جميل جدا أنك تبقى حر تقول كل اللي أنت عايزه. أكثر تيار تميل له في مصر؟ الشعب المصري بس. مش حزب الكنبة؟ يا ريت حزب الكنبة، دول دماغهم رايقة قوي، قاعد كده ما بيعملش أي حاجة، اتفرج على التلفزيون وبس على الكنبة. طيب احنا وصلنا لفقرة تحت الطاولة. أنا دي بقى اللي ما بحبهاش بقى، عايز أمشي. تحت الطاولة، احنا قربنا معاك نظرة الخليجيين عن مصر ونظرة المصريين عن الخليج. تمام. حلو؟ احنا بنجرب شيء جديد. يلا. نظرة المصري اللي في مصر عن المصري اللي في الكويت. لا ده تعالى لي بقى. تعالى لي بقى. سكينة! سكينة. اهلا 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 يا سكينة، اهلا. هو سكينة فضل. ولا اسمه سكينة؟ هو سكينة واسمه سكينة. الله محفظنا. سكينة سبعين اللي تحسبه. أهلا يا سكينة، أخبارك إيه؟ يعني سكينة ده اسمك جايبي من مصر ولا سموك هنا كده؟ لا زي ما أنت بتقول يعني ضاعت الشوكة فنستخدم السكينة مع بعض. بعت بلدك بكام بقى عشان تبيع الزي المصري؟ أقول لك زي كويتي. نيجي للسؤال. خلاص الفلوس، الفلوس خلاص عمتكو؟ لا والله. شوف أمال أنا لا الشرف كمصري عربي اصحى الصبح وجهتي كعبه الله تمام سلام يخدمها ملك وعليها يغير الله وقعد في ديره يحميها امير الله يا شاعر يا سلام لا تعليق لا تعليق بقى لك كم سنه هنا بقى ليه 12 سنه 12 سنه في الكويت بص بقى انا هقول لك ده نظرتنا ليه 12 سنه بيقوم عامل له مبلغ قد كده على قلبه ونازل شاري قطعه ارض كبيره ويقوم طالع بعماره ويبدا ياجرها ويعيش من الايجار ملك زمانه وبقيت عمره. دي نظره حسد. بالظبط. صح كده؟ لا ما تهزرش. ده اللي بيتقال ولا ما بيتقالش؟ جات له على الجرح. لا ده اللي بيتقال. بس بيقول لك انت بتاخد كتير بنفس الوقت يا سكينه. كتير من الفرحه ان انا شفتك يا استاذ شعيب. اديني كام في المية من المصريين نفسه يجي يشتغل في الكويت؟ كتير. 90%؟ كتير. 90% صح؟ كتير بس خلينا نتكلم بكل صراحه، الحين الدينار الكويتي يعمل له قد ايه جنيه؟ 52 جنيه حلو نزل دلوقتي 51 نزل يمشي معاك بكام واشتري منه سكينه سكينه بتدخل شهريا قد ايه من الكويت بكل صراحه قول ما تخدمش يحسدك ده عنده بدل العماره مليون ده خليجي والله العظيم صحي ما عندي غير بترول هات بق والله شقه هات كوبايه لا عندي عندي الحمد لله عندي شقه كم دور شقه كم دور كم دور ثلاث غرف فوق بعض طيب سكينة سكينة واضحة سكينة في برضو نقطة عايز أقولها يعني بما إن أنت جبت نموذج لمصري شغال في الخليج وفعلا المصريين بيعانوا في الخليج من بعض القوانين اللي هي زي الكفيل أنا كتير من صحابي بيشتكوا من فكرة الكفيل وده طبعا يعني نعم إيه إيه مالك الكفيل ده بحسبه أنا قلت لا لا أنت بتقول لسه مستعد للبوكس أخده الكفيل سكينة تؤيد وجود الكفيل في الخليج ولا لا؟ لا الكفيل لا الحين ودنا يا جماعة نسمع آراءكم في بعض أنا أنت يا سكينة تفرجت على يوتيوب ولا لا بلا بلا بص بدأ يتخلى عن لغته إزاي صح لاحظ أنت سيبك من دي أنا دي حطيتها عشان أقول لك إن أنت بتشوفني كده لكن أنا مصري زي أنا من شبرا طب إيه رأيك في جو شو نجم والله والله نجم الله يخليك عجبك الله يخليك عجبني طبعا والله العظيم يعني عجبني عجبني فاهم لا مش دي اخد الاثنين ليه مش عليك الله ايه اللي مش عاجبك في يوتيوب ولا في يوسف قلت عن شعره ايه لا لا انت مرجعه كده كنت يعني زي ما انت مرجعه كده هل انت ملتزم مثلا بالطرق خاف من بلدات تشيله ولا ايه في مثل هنا في الكويت يقول لك يا غريب كن اديب زي اللي عندنا في مصر الغريب بادبه في بلدنا سلطان صح كده يبقى أدبك وأخلاقك تتنشر بين الناس ده تقوله في التلفزيون مش هنا كبير ده بلغت
وايد مواقع فتح المدخل دخل لا طاده كله يعني كلام يعني كله يعني ترفيع ومدح مش كده ما يصحش يا سكين بطبل انا كده احمد موسى قاعد معاك هو مثلا انت دار خدت وضعك يعني يا عم مصريين مع بعض يا عم لكن دول ما تنضربوش كفيل يا باشا ده الكفيل يا باشا لا مش اسمع مش عملت كفيل ده ايه لا فوق معايا كده ايه سكينه مش كنا متفقين تديه على طول والله شوف انا ما لقيته عرق معاك انت مش عارف خاف انت خشبت خالص خفت من حاجه ان انت بتقول يا عم القعده دي فضلت قاعد كده ومش عارف ليه خشبت نفسك انت مش شايفه انا انت مش شايفه عشان قدامك انا شايفه شلون مش شايفه عشان قدامي المفروض هو عشان قدامي انا شايفه شايف بس لغايه هنا لا القعده دي كده عمال وراح جاب ميه عريت انت في الشتاء طيب بتكلم رسمة بقى سلعة طب سكينة الشاي ده ليك تفضل بلا خليك أساسي الله يسلمك هذا شربته أول شيء كان كويس المرة تانية قولها على ريحة يوم رشيت العطر داش داخل يا عم ليه كده خد الريحة دي طعمها وحش طعمها وحش طعمها وحش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشعب العربي العظيم أحييكم على سهولة تفكيركم ما تعبون نفسكم مصري ينصب علي لبناني بايق فلوسي كويتي شايف نفسه وهكذا ويكمل الموال ليش أفكر لا في ناس منهم زينين وما يصير عم هذا ما يصير عم بحكي فاضي هذا نقوله في تويتر لكن في الصجر نقعد يا بعض نقول خلي ولي زين أيوة هذا أنتم لا تتغيرون خلوا دائما صور نمطية يطلع واحد برنامج جديد ما نقول الله فكرة جديدة لا نحطه بقالب قديم نعرفه أنت تقلد فلان أنت تقلد علان أنت تقلد صورة نمطية أي واحد بالإعلام رخيص أي كاتب مأجور أسهل أقعد هنا أروح نبش وراء التجار والكتاب والعالم هذيلا وأشوف هذيلا زيني ولا مزيني تعب وإحنا إيش قلنا من بداية الموسم إحنا شعب ما لنا خلق نشتغل ولا تضايق إذا قالوا والله المسلمين صورتهم إرهاب بعد من الغرب بعد يخلي يعطونا صورة نمطية شو المشكلة يا جماعة هم يطلعون صورة نمطية وإحنا نطلع عليهم صورة نمطية نمطية بنمطية صورة نمطية صورة نمطية صورة نمطية يفتي عليها يفتي عليها يفتي عليها صورة نمطية عرفتوا هذه مالت الاستديو الصوتي هذا لاخر شيء واسهل طريقه لاستمرار حياتنا سهله هو استخدام عقلنا الفوتوغرافي اي واحد نشوفه نعطيه صوره نمطيه وما نغيرها انا الحين حكمت عليكم كلكم وانكم تدورون الفضايح صوره نمطيه جمهور سوار شعبي يدور فضايح صوره نمطيه وصوره نمطيه صوره نمطيه كمل انا انا ما. لا موفجين السلام عليكم فهم الله سوار حلقه اليوم راح يروح حق شخص يعني عايز ما شاء الله وانا عد انجازاته بطل الكويت بالجيتسكي بطل مدروين باوروبا بطل مدروين بامريكا وصل المريخ اتوقع هذا الشخص مفروض ما يسمونه محمد بربيع مفروض يسمونه بطل الكوكب حياك الله ابو جاسم طال عمرك فلغ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن مشكور على المقدمه كم بطوله جيت سكي فزت فيها شوف بداياتي بعشر سنين هذه من 2006 لغايه 2016 عندي ما يقارب 138 انجاز ما شاء الله محلي دولي اقليمي عربي اسيوي اقوى ثلاث انجازات وين قدرت أن أحصل على إنجاز تاريخي برياضة الجيتسكي أن أول شخص خلال 10 سنين مشاركات متتالية يجيب إنجازات وميدالية ذهبية بكل سنة ما شاء الله, الله بس إحنا بيني وبينك يعني كويتيين نعرف بعض وشوية شاكين ببعض أنت ما شاء الله ما شاء الله أرقامك جميلة وخيالية ويعني وتفرح القلب صراحة الله يسلمك لكن إحنا يعني كويتيين لهم نظام لغمات ما لغمات غاش لاغم الجيت مسوي شيء سؤال جدا قوي حلو ممتاز حلو عشان على قولتهم نطلع ببراءة تبرد الفئة اللي يدش فيها مفتوح كل شيء تحط فيه عندك
فئه الجي بي اسمها، كثر ما قطيت فلوس حلو. كثر ما سكت زين ولياقتك ممتازه ان تقدر تسوق هالجتسكي او الدراجه المائيه حلو. انجزت ودوس لغمات تعال الكويتي ما يحبون الدوس، شارع يدوسون، طيائر يدوسون، جبهات يدوسون. بعد عمري محمد بربيع احد ابطال الكويت اللي يعني مو سوار شعيب اللي يحتاج انه هو يبرزهم، لكن اعتقد اليوم دور اصيل علينا لواحد مثلك كل مره قاعد يجيب لنا بطولات. هذه هديه صغيره من اخوانك في سوار شعيب على حرفك حرف الميم. يعطيك العافيه، الف مبروك طال عمرك، شيء يعني نفتخر فيه وسام لنا الأمانة. بعد عمري لا والله احنا نفتخر بانجازك. عاد البطوله الجايه بلبسها ايوه وراح تشوف كم صوره. اي والله تكفى نبي مع الميداليه وانت بس لو مصبوغ احمر جنتي اسود عشان يبين نسوي لك احمر، المهم نبي تسويق احنا ما يضرنا. لا يستاهل بعد عمري تستاهل كل خير، جدا حلوه ونتشرف فيك بعد عمري. انت تستاهل كل خير وتنورنا في حلقه من حلقات سوار شعيب. لحظه تمشي بدون ما تسوي سبسكرايب. Subscribe! شغل النوتيفيكيشن. شرايكم فيني بس؟ مضبوطة؟